السلام عليكم اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير واهلا اهلا بكم على قناتي آه فيديو اليوم ان شاء الله سيكون عباره عن آه كجزء اول آه من آه مشغولات الخاصه او زينه رمضان بالكروشي او اي بالكروشي آه غادي نبدا بالكروشي اول آه شيء آه فكما كتلاحظوا فانا عندي هذا كان سبق لي آه عملت فيديو اول آه انني شريت هذا من محل اكسيو انني باش نعمل به آه بعض زينه رمضان آه كما كتلاحظوا فانا بديت بعض الالوان آه بالنسبه لتناسق الالوان دائما كنمشي او كنذهب الى موقع بانترست آه آه هو الموقع اللي كنشوف آه اللي كنتعلم فيه تناسق الالوان آه المهم دابا بركة الله تحتاجون بقايا خيوط وسناره مناسبه لمقاس الخيط انا هنا سوف استعمل سناره مقاس كنظن ثلاثة و ثلاثة استعمل سنارة مقاس ثلاثة مناسبة لمقاس الخد مثل ما قلت لكم اي بقايا خود متوفرة عندكم نبدأ على بركة الله ساحتاج اي لون ساستعمل هذا اللون او هذا هذا جميل صراحة كلهم زوينين فقد نستعمل هذا اللون هذا نزح هذه هنا ونبدأ على بركة الله بالنسبة للسلسلة فكنظر هذا اللون ما غاديش يظهر مع الخلفية الفيديو لهذا فقط نغير اللون نستعمل الازرق الازرق واضح آه مثل ما قلت فغادي نحتاجو لسلسلة سلسلة من المضاعفات رقم ثمانية يعني مثلا اربعة ثمانية اثنى عشر ستة عشر وهكذا بالنسبة لي سوف القياس اللي انا عجبني هو القياس هو قياس, هو قياس ستة وثلاثين لهذا سوف أشتغل ستة وثلاثين غرزة وأرجع لكم فيما بعد طبيعة الحال دائما عقدة البداية وسوف أشتغل ستة وثلاثين غرزة ثلاثة أربعة سأصنع بهذه الطريقة حتى أكمل عدد عندما أنهيت العدد المطلوب سوف أشيل فقط ازيل فقط صوت الهاتف من بعد ما نهيت 36 غرزه ساضيف غرزه واحده دائما تضيفون غرزه واحده بعد العدد المتحصل عليه بهذا الشكل ثم سوف اضيف ثلاث غرز نعتبرهم كاول عمود واحد اثنان ثم ثلاثة سأذهب مباشرة إلى الغرزة الرابعة واحد اثنان ثلاثة ثم أربعة سوف اشتغل في نفس الغرزه اثنان عمود بلفه بالاضافه الى ثلاث الغرز الارتفاع التي اشتغلناها في الاخير سوف يصبح لنا المجموع ثلاثه عمود بلفه مثل ما تلاحظون الاول ثم الثاني ثم الثالث سوف ارتفع بسلسله ساذهب الى الغرزه الثالثه واحد اثنان عفوا لا إلى... سوف اترك ثلاث غرز واحد اثنان ثلاثه ثم سوف اذهب الى الرابعه وسوف اشتغل ثلاثة عمود بلفة في نفس المكان انا فقط لاني اشاهد من الكاميرا هذا صعب انني نركز في الغرز اثنان ثم ثلاثة بهذا الشكل سوف ارتفع بسلسلة ثم سأذهب مباشرة سوف اترك واحد اثنان ثلاثة ثم في الغرزة الرابعة سوف اشتغل ثلاثة عمود بلفة يعني غرزة الجراني آه. سأستمر بهذه الطريقة حتى نهاية الدور دائما ارتفاع سلسلة واحدة آه عندما تحصلون على آخر آه أربع غرز بهذا سيكون العمل صحيح لهذا سوف أترك ثلاثة ثم في آخر غرزة هي الغرزة الرابعة سوف أشتغل ثلاثة عمود بلفة سأريكم الشكل الزينة التي أشتغلها الآن حتى يكون يعني العمل واضح بدل انكم ترجعون الى اخر فيديو سوف اريكم فقط لون واحد بهذا الشكل هذا هو الشكل اللي انا كنشتغل عليه الان في الفيديو لكنه هو غير مكتمل لانني سوف ازين هنا وسوف اربط المثلثات فيما بعد بلون اخر بهذا الشكل فانا سوف اكمل ساضعها هنا سوف اقلب العمل بدون اي ارتفاع بهذا الشكل ثم في اول غرزه تقابلكم سوف نشتغل بها منزلقه ثم في ثاني غرزه نشتغل بها منزلقه ثم في اول فراغ نشتغل به منزلقه ثم سوف نرتفع ثلاث غرز واضيف اثنان عمود بلفه سوف يصبح لنا المجموع ثلاث عمود بلفه بهذا الشكل يعني غرزه الجراني ثم سوف اشتغل غرزه واحده او سلسله واحده وفي الفراغ الموالي سوف نشتغل ثلاث عمود بلفه ثم سلسله واشتغل ثلاث عمود بلفه في الفراغ الموالي ساستمر بهذه الطريقه حتى نهايه الدور الثاني لا تنسوا السلسله هنا في اخر فراغ اشتغل ثلاث عمود بلفه بهذا اكون نهايه الدور الثاني سوف الف بهذه الطريقه مثل ما تلاحظون في كل دور يتناقص تتناقص لي غرزه جرانيل حتى اشكل مثل ما تلاحظون حتى اشكل هذا الشكل المثلث أه... سوف الف الشغل بهذا الشكل مثل ما اشتغلت في الدور الثاني سوف اشتغل منزلقه في اول غرزه ثم منزلقة ثانية في ثاني غرزة ثم منزلقة الثالثة في الفراغ سوف ارتفع ثلاث غرز ثم سوف اشتغل اثنان عمود بلفة سوف يصبح المجموعة ثلاثة ثم ارتفاع غرزة واحدة اذهب عفوا الى الفراغ الثاني اشتغل ثلاثة عمود بلفة ثم غرزة واحدة في الفراغ الثالث دائما اشتغل في الفراغ في الفراغ الغرزة الفاصلة اشتغل ثلاثة عمود بلفة واحدة استمر بهذه الطريقة حتى اخر فراغ اخر فراغ هو هذا هذا هو اخر فراغ مثل ما تلاحظون ثم اقلب العمل واشتغل ثلاث منزلقات في غرز اثنان منزلقة فوق كل غرزة او فوق عمودين السابقين منزلقة في الفراغ في اول فراغ ثم أسافع بثلاث غرز وأضيف اثنان عمود بلفة حتى يصبح لنا المجموع ثلاث عمود بلفة ثم غرزة واحدة الفاصلة ثم في الفراغ ثلاث عمود بلفة سلسلة ثلاث عمود بلفة سلسلة حتى نهاية الدور ثم سوف أستمر بهذه الطريقة أنا هنا يعني اشتغلت بعض الألوان لم أشتغل الكل يعني أحاول اشتغل وفي نفس الوقت اقيس المكان الذي سوف اضع به هذه الزينه ساريكم الالوان التي التي اشتغلتها ظل معي فقط عمليه تنظيف اشتغلت اللون مثل اشتغلت اللون البنفسجي ثم الاصفر اصفر جميل ثم البلوسيال او الازرق السماوي ثم هذا اللون الغر كما نقول الاخضر ايضا بهذا الشكل لكن ظل ايضا هذا الازرق اللي انا غادي نشتغل معكم طبيعه الحال سوف تستمرون انتم بهذه الطريقه حتى تتحصلان على فقط اثنان غرز الجراني ممكن انكم تستمروا حتى تحصلون على فقط غرز جراني واحده هنا غرزة جراني واحده هنا اذا لم تحبوا ان تشتغلوا الاهداب 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 في الاسفل لكن اذا حبيتوا انكم تشتغلون بنفس الطريقة فيجب ان تستمروا حتى تتحصلون فقط على اثنان غرزه الجراني لاني هذا الفراغ فانا اريده ان اشتغل به الزينه ما تبقى من الزينه لكن مثل ما قلت إذا حبيت أنكم لا تشتغلان الزنا أقربوا العمل بهذه الطريقة اشتغلوا منزلقة أولى منزلقة ثانية منزلقة ثالثة هنا يرتفع بثلاث غرز ثم أضيف نفس الفراغ اثنان عمود بلفة ثم ارتفعا بغرزة واحدة وأقطع الإقطاع قص الخيط نقص الخيط ونسحب الخيط بهذا نكونو كملنا العمل يضل فقط طريقه الربط بين المربعات طريقة الربط هناك طريقتين سوف أشرحها لكم في الجزء الثاني من الفيديو أو في نفس الفيديو إذا كان كنظن في الجزء الثاني من الفيديو لأن هذا الفيديو تقريبا به عشرة دقائق فسوف يكون طويل وممل لهذا سوف يعني أقسم الفيديو على على يعني جزئين بهاد الشكل طبيعه الحال المثلثات فهي متنوعه من غزة الجراني من غرزه الحشو يعني بها مجموعه من الاشكال وكانكم تشتغلوا انا اشتغلت باسهل غرزه غرزه الجراني المحببه عندي والمفضله عندي فكتلاحظوها في القناه ديالي آه هكا فقط انا سهله المبتدئات صراحه وسريعه سريعه سريع. ممكن انكم تعملوا واحد كمية فقط وقت وجيز جدا انا سوف اضيف الوان اخرى سوف اختار فقط هنا تناسق الالوان آه هنا في هذا الم... في العلبة سوف أرى فقط اللون الذي سيكون متناسق مع هذه المجموعة وفقط كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال اعجاب ديالكم آه، وانكم تنتظروا الجزء الثاني لا تنسوا متش... لا تشجيعاتكم لي آه، صراحه اكون سعيده جدا انكم تشجعوني وتركوا لي التعاليق آه، تعليقكم الجميله وايضا دعمكم لي آه، نتلاقاو ان شاء الله نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله تعالى دمتم بخير مع السلامه